شيخنا الكريم، ذكرتم أنه العبادات سبب تشريعها حتى تنعقد الصلة بيننا وبين الله. نعم. تأتي الذنوب لتكون حجابا بيننا وبين الله. بعض الذنوب دكتور لا نلقي لها بالا، يعني اسمح لي أضرب المثال اللي أنت ذكرته لما عن التاجر قبل قليل، وقلت يمكن يقول لامرأة تشتري من عنده هذا اللون بيلبق لك. كثير منا يقع بمثل هذه الذنوب. في أحيانا شيخنا شباب يبيعوا بمحلات الأزياء أو الملابس الشرعية ويدخل في أكثر من ذلك، يعني هذا ضيق عليك وهو ينظر يفصلها. وكثير من البنات لا تتحرج أنها تشتري من رجل بأشياء خاصة أكثر من ذلك. هل هذه معاصي تحجبنا عن الله دكتور؟ طبعا هي بعد عن الله عز وجل، لأن هون عفوا أولا كل سنتيمتر بثياب المرأة معلق بدينة، وكل حرف تنطق به معلق بدينة. ما عم تراعينا، ليش قلبك قاسي علينا؟ شو قلبك قاسي علينا؟ هي الامراه تترقق بالكلام. ليش قلبك قاسي؟ احنا جيرانك، ليش قلبك قاسي علينا؟ هو السعر كبير شيخنا، بدها اياه ينخفض بالسعر. راعينا من غير التكسب بالكلام، ابدا من غير اي انعطاف بالكلام. ولا تخطعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ليش قلبك قاسي علينا؟ بيطمع فيك. ابدا خلي كلامنا نظامي. ممكن تراعينا؟ لا شكرا نمشي. الكلمة الضرورية يعني شو دليلها؟ سيدنا شعيب رأى امرأتين قال ما خطبكما، كلمة واحدة. سيدنا موسى بنات شعيب. الآنسات شو خير؟ ليش هون موجودين الآنسات الكريمات؟ ليش موجودين هون؟ بيلزم شي خدمة يخدمكم فيها؟ ما خطبكما، كلمة واحدة. مع المرأة التي لا تحل لك يجب أن تختصر الكلمة الضرورية، وإلا أي كلمة أخرى تفهم فهم آخر. إذن أنا كرجل لما يكون في حاجة لاختلاط أتواصل، لكن بالحد الأدنى وللضرورة. أبدا. وكذلك المرأة من البائع أو السائق التاكسي أو أيا كان. لكن الأخذ والعطى والترقق بالكلمات أصبحت معصية. أنا بسميها، سامحني فيها، تحرش المرأة بالرجل. والعياذ بالله. في تحرش الرجل بالمرأة، في تحرش المرأة بالرجل.